أرى واحدة واحدة يعني أرى معك الحق في هذا الانفعال. أرم يعني المعسكر المدرعات التي جاءت من أمريكا، يفترض مش أنها من جاءت، أمريكا، يفترض أنها هي جاءت من شروها من أمريكا، أمريكا ما باهي، لكن جت ضررها من على العراق بالخلفية. ما ضررها على فيها المواطن صح الليبي؟ تمام يا راجل، أي سيارة تجيك أنت. نعطيك فضيحة ثانية باهي، نعطيك فضيحة ثانية. أعطاه للجيش الليبي عربات مصفحة وقيمتها 200 مليون، في شخص جاب عربات مصفحة للجيش الليبي اللي يدرع عسكرية، طلبت سيارات 200 مليون، سيارات مصفحة. المهم شخص جاب لهم عرض بقيمة 200 مليون، هذا العرض السيارات، قالوا له رفضوا العرض هذا. يعني محاولة لتدمير الجيش، غير لا لا دار سيارات. خلينا نكمل لحظة، غير أعطيني خلينا هذه الفكرة، النقطة ليصل هذه الفكرة فقط. إحضار سيارات مستعملة، ليس لديها فحص كيماوي، ليس فقط تدمير المؤسسة العسكرية بل أيضا تدمير أبنائنا، هذا صحيح؟ الله أعلم، ما ندريش، ممكن سيارات ما فيهم شيء، لكن فحص كيماوي المفروض يندار. لما تخش حاجة البلاد هذه السيارة مستعملة جاية، وممكن حتى تشوفهم أنت، فهمت كيف؟ هذه المعلومة اللي جتني ويشهد الله اني اللي سمعته. هذا الكلام ايضا ان وجهه لوزاره الدفاع ورئاسة الاركان من اجل التحقيق في كل ما قاله سيد ارم. اتمنى ذلك، اتمنى ان تصل هذه البيانات والمعلومات الى السيد رئيس الاركان والسيد وزير الدفاع. ارم مازال في ملف اخر في لحظه نعطيك، خليني نكمل لك على عربات مصفحه. وزاره طيب. الدفاع ملفها كبير. المهم في عطاء للجيش الليبي عربات مصفحه، المهم شخص جاب لهم العطاء هذا 200 مليون، قال لهم انا اجيب لكم السيارات هذه 200 مليون، رفضوا. وبقدرة قادر سبحان الله يجوا نفس السيارات لكن بقيمة عرض 400 مليون، معناها في زي 200 مليون زيادة. بقدرة قادر وتمت الصفقة ويعرفوا كده يعرفوا شيء. والمصيبة الثانية ان لجنة المتابعة اللي بتشوف السيارات مشت بعد ما داروا الصفقة. فهمت المصيبة وين؟ يعني بعد ما توقع القرار توقيع القرار بعد ما تخدر بندقة عليك نور، قال لهم برا خلاص توقع القرار برا. راهي يا أخي، أنت لو تبي تبني جيش، الرسول عليه الصلاة والسلام، نعطيك مثل بسيط. راهي الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاب الدين الإسلامي، أنا ما نفقهش في الدين لكن هذه كلمة قالها لي شخص كبير وقاعدة في راسي. لما الرسول جاء وبدأ يعرف يعني بينشر الإسلام، أول حاجة دارها ما مشاش بني مسجد، لكن بني ساجد، بني شخص يعرف ربي، بني شخص يعرف كيف يصلي. بعتالي لما الناس عرفوا صلاه وعرفوا فروضها مشي بني مسجد. أنت كيف يا أخي تمشي تدير معسكرات، صيانة معسكرات؟ لأن صيانة فيها سرقة، لأن الصفقات هذه فيها سرقة، لأن الأشياء هذه فيها سرقة. يا رجل أنت ابني جيش، أنت ياش أنا بدي أعطيك مثل بسيط. أنا موجود حاليا في دولة نقرا في الخارج باهي، وبديت نخاف حتى نقول وين قاعد بصدق. بعد الحلقة هذه نخاف حتى على روحي بصدق، وخاف حتى على أهلي. من من تخافها؟ الله أعلم. الممكن 12 شاب وممكن يتفرجوا هم توا، هادو جو ماشي ياخذوا دورة ضباط. الأشخاص هادو في منهم اللي ما ظروف ما ساعدتهم، مش عندهم فترة 3 شهور لازم يتعلم لغة إنجليزية. وفي شباب شاف البرة، شاف الحرية، شاف الواحد، فرجعوا بهم. فسؤال سألته للشباب هادو اللي ما نشحوش إنه يكملوا زي أصدقائهم 12 شخص هادو، مش قالوا 200، أنا 12 شخص تعرفت بيهم وقالوا إن إحنا المجموعة الوحيدة إنه ضباط. يعني هذه الفترة اللي حكيت عليها دو 6 شهور 7 شهور فاتوا أو أكثر باهي. المهم تعرفت على شباب هادو بيننا الليبيين وتلقطوا في الغربة. المهم الشباب هذا وانت مروحين وقفت عليهم واحد واحد، قلت له شنو استفدتوا؟ يعني انت تطور واحد؟ والله في واحد منهم قال لي حسيت اني بنادم يا رجل، قال لي كنت نتعامل في ليبيا للاسف معمر القدافي خلانا بدون تفكير نزع منا حب ليبيا. قلت لك حب ليبيا اللي جمعنا في 9 شهور أو 8 شهور لحد ما مات القدافي اختفى. بنقول لك واحد هذا حتى هذا قاله لي واحد بنغازي، واحد مهبول في بنغازي أو يعني نية أو زي ما نقوله أو فاقد عقله، جولة سألوه قال له بالله شو رأيك في ليبيا؟ قال لهم حاشا المستمعين طبعا حاشا كل شيء، قال لهم القدافي كان قاعد على جعبة
تعرفها جبل فوني حشك حشك السف. لما طاح القذافي طلعوا هالبحاجات، وانا مع احترامي لكل الناس، انا مش نقول لنا العالم كله يقول ان ليبيا حاليا تصدر في الارهاب، ليبيا دولة فاسدة، وصلنا الترتيب الرابع، المال العام ولا سايب، النائب العام ما لحد الان قضايا يعني عندها هلبة قضايا محاولات وما فيش اجراءات، هل النائب العام خايف، هل عليه تهديد، الله اعلم.